إيه شروط المدافع أو المحامي اللي ينجح في التعامل في قضايا المخدرات أو في قضايا القتل أو في قضايا الرشوة أو في أي جناية من الجنايات؟ إيش صفات المحامي؟ يجب أن يكون المحامي أو المدافع أمام محاكم الجنايات قوي الكلمة، يبقى أول صفة من صفات المحامي الناجح، أو في محامين كتير قدام محاكم الجنايات مش ناجحين، لكن أنا بقول لك صفات المحامي الناجح أمام محاكم الجنايات أن يكون قوي الكلمة أو ضليع الفم. وأنا ما بقصدش قوي الكلمة أن يكون عالي الصراخ، لا، قوي الكلمة إذا تحدث في محكمة الجنايات، في قاعة محكمة الجنايات، فهمه كل من في القاعة، وإذا تكلم سمعه الجميع. حضراتكم، دي أول صفة من صفات المحامي الناجح، أن يكون قوي الكلمة أو ضليع الفم. يعني إذا دفع قدام المحكمة دفع، وليكن الدفع هو بطلان القبض والتفتيش، لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، لازم كل كلمة تكون واضحة، ما يكونش الكلام مضغوط، ما يكونش الكلام غير مفهوم، لأن القاضي مش هيقول لك إيه يا أستاذ بتقول إيه، مش هيقول لك الكلام ده أبدا. الدفع ده متكون من 10 كلمات، لازم 10 يوصلوا للقاضي، مش يوصل له 5 وتبلع 5. ودي انت بتلاقيها في بعض اصدقائك او زملائك، يجي وقت يتكلم او واحده تتكلم مع زميلتها والتانيه ما تبقاش فاهمه هي، يعني ما فهمتش هي عاوز تقول ايه، الكلام بيبقى مضغوط مش واضح. يبقى لازم قدام المحكمة لازم يبقى حديثك واضح، تقول الدفع كل كلمة مفهومة ومسموعة، بطلان القبض والتفتيش، لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، كل كلمة لوحدها، وما فيش كلمة راكبة على الكلمة اللي بعدها أو اللي قبلها. يبقى قدام القاضي خلاص وصل الدفاع وتملاه القاضي وتملاه أمين السر، غير كده ما ينفعش. الصفة الثانية، يجب أن يتمتع الأستاذ المحامي الناجح أمام محكمة الجنايات بقدر من قوة الشخصية، بجزء أو قدر من قوة الشخصية. ليه؟ أنا قريت القضية وعدتها مرة واثنين وثلاثة وخمسة، وجهزت الدفاع بتاعي والدفوع بتاعتي، هو فاضل بقى أن أنا أترفع. لو ما عنديش قدر من قوة الشخصية، حاجي قدام القاضي مش هعرف أطلع من زوري كلمة، مش هطلع من جوفي ولا كلمة، هيبقى الكلام محشور في زوري. ليه؟ لو أنا مهتز، لو أنا ضعيف الشخصية، لو أنا ماليش في الاجتماعيات وفي الحديث مع زملائي، حاجة أتكلم مش عارف أتكلم. وعشان كده من صفات المحامي الناجح أن يتمتع بقدر من قوة الشخصية. يبقى قدام واقف قدام القاضي
واقف على أرض ثابتة. وديت لن يتأتى للأستاذ المحامي هذه الصفة إلا إذا كان قارئ جيد وباحث جيد، يعني بيقرأ على طول بصفة مستمرة. والقراءة مش هي القراءة في القانون بس، أنا ما بنصحش إنك تقرأ في القانون على طول، يعني عندك قضية وفيها مخدرات وفيها مقبوض على واحد بحيازة وإحراز، تروح جايب أنت قانون الإجراءات وقانون العقوبات وتفضل تقرأ فيهم وبس، لا لا، لازم تقرأ من الكتب، من الكتب الأدبيات، ولازم تقرأ من السيرة، ولازم تقرأ من كل الكتب، لأن رسوخك في القانون هو بمدى اطلاعك من خارج القانون.